الكتابة هنا ليست بالمسند وإنما بالعربي. المسند كان يستخدم في الجزيرة العربية. ناب فيل يعود تاريخه إلى 350 ألف سنة سابقة، عثرنا عليه في بحيرة، في قاع بحيرة جافة في شمال المملكة، في منطقة في محافظة تيماء. يشير ذلك إلى أن الجزيرة العربية في وقت من الأوقات خضراء، جزء من عظم إنسان، بالتحديد الجزء الأوسط من الإصبع الأوسط لإنسان وجد في نفس المنطقة، في نفس منطقة البحيرة، يعود تاريخه إلى 90 ألف سنة قبل الوقت الحاضر، وهو أقدم عظم بشري عثر عليه حتى الآن في الجزيرة العربية كافة.